فيديو مع ليث البطل. يلا يا ليث. اول شيء رح نلعبكم الليفل الاول. يلا يا ليث نشوف. وهنا هي مربطة اللحبة. يلا يا ليث انقذ الفتاة. وهنا هي مربطة اللحبة. نقص لها. نقص لها الحبل. صح. والله بقى عم تفتح الباب وما عم تنفتح. ما عم بفتح الباب. ما عم بفتح الباب. بتشبكه. بتشبكه بنكسره. ايش او ايش الشغله الثانيه كانت عندنا؟ شيء بتشبكه. ايوه. وهون بقى في حفره. نشرح لهم والله في عندنا حفره. بنحط لها شمنتو. من شمنتو ولا خشبة بنحط لها؟ شمنتو. ليش شمنتو؟ شمنتو. طيب ليش ما خشبة بتعدي من فوق؟ بتنكسر. بتنكسر. ايه تفهمنا. والله هون في وحش قدامها عم بتفرج على التلفزيون وهي بدها تعدي من قدامه. ايوه. فبتحط راسها بالصندوق؟ صح. طيب ايش الجهاز الثاني؟ نسيته. يعني الشيء مبين يعني تافه الشيء. ايه هلا هون بدها اشاب؟ بدها اشاب هون. ما في اشاب هذا معطف. معطف. عم بخبط الباب. ايوه. بنحط كرسي ولا ديوانه؟ ديوانه. ديوانه تقل. ايوه ديوانه تقل. نحط ديوانه. وهون الضاعة بشر بتطفي وهي ما بتعرف تعدي. ايه. فبنعطيها ضوء ولا بنعطيها شاكوكه؟ ليش شاكوكه وليش الضوء؟ الضوء مشان تضوي فيه. ايوه. كويس. هون في كلب جوعان. ايوه. بده ياكله. بنعطيه لعبة زمورة ولا بنعطيه فروجة؟ نعطيه فروجة ياكله. ايه طبعا نعطيه فروجة. هلا عدت. هلا. والله هي بالسفينة. بالسفينة نطلع مرحلة السادسة لمرحلة السابعة. عم بسوي شاي وعم بحترق. عم بحترق. يا عم تحترق السفينة. وهي بدها تهرب. هلا ايش في عندنا خيارات؟ هون مشان ما تختنق ايش بنحط؟ مروحة؟ مربحة بتشعل النار. ايه. معناتها بتلبس خرقة هي. خرقة. ايه بتحط خرقة. كمامة يعني. لأن المروحة بتشعل النار مو بتشيل التخنيق. والله بدها ضوء لأنه هلا شوف الكبريت بحرق. ايه الكبريت بحرق بسبب احتراق بينما تضوي الكهرباء البيت بشعل. ايه صح. ايه لأنه غلط نشغل الكبريت وفي حريق بزيد الحريق. والله هون بدها تطلع من السفينة لفوق فبنعطيها الصاروخ ولا بنعطيها درج؟ درج. دائما درج الإنقاذ لأنه بالإنقاذ في درج. والله بعد ما طلعت من السفينة جابت لها خشبة وبركت عليها. مو طلعت من السفينة مسكينة السفينة احترقت وهلا طافية على لحم الخشب. وهي بالبحر ايش بدنا نسوي لها؟ مظلة ولا بيت؟ نعطيها مظلة ولا نعطيها بيت؟ طبعا نعطيها بيت. بيت بتنام تحت بس المظلة الصيفية بتطير. هو البيت مظلة. ايه والله. والمظلة بتطير مثل ما قال. مظبوط. هلا جوعانة بدها تاكل. بطنها بتقرع. بطنها بتقرع مسكينة جوعانة في البحر. نعطيها صيادة ولا نعطيها هي؟ هلا صيادة. لا نعطيها لا ما اتوقع صيادة نعطيها. لأنه هي في عرض البحر. لأنه إذا زعلها سمك قرص وسحبها فنعطيها رمح بس تصاد السمكة بتشوفها. هلا شوف شو حسب الرمح. شوف الرمح. ايوه صح. شلون؟ لأنه بالتفكير لأنه إذا مسك سمك القرش وسحب السنارة وراح. يوه. هلا جاء سمك القرش. سمك القرش تقتله ولا تعطيه لحمة؟ لا لحمة لحمة. أتوقع تقتله. والله ما بعرف. لحمة شوف لحمة. لحمة جوعان هو اللي يجي عليها. لحمة راح. لحمة وراح. لأنه بجوز تقتله ما تصيبه. لكن. لساتها في البحر، بس طلعت على الشاطئ. شاطئ، بدها عطشانة بدها تاكل. شافت هلا جوز عندي. نعطيها عصاية مشان تضرب الشجرة. ايه. نزلت جوز عندي شربتها ارتوت. هلا شو يجي يطلع لك؟ يا صالح هدول الهنود. هنود بده بحب المصاصة هاد. الهندي بحب المصاصة. وصلنا على الليفل الثامن. وهي هلا بالصحراء وفي طيارة، شو الطيارة تشوفها؟ في نار وفي صاروخ. ايش بدها تستعمل؟ النار، ليش النار؟ لأن النار بتطلع دغنة والطيارة بتيجي عندك بتشوفها. الصاروخ بروح. بطلع على الطاقم وما بشوفه، بتعرف نشوف النار صح؟ ما بعرف والله، تأكد. ايه كأنه صح؟ اجت. طلعت النار صار في دغنة اجوا انقذوها. والله هون التاسع بالتاسع يا والله بالغابة.
بالغابة. يوه دي خفيش. شوف هلا في عنا خيارين هون وخيار ثالث منا فيه، في راديو وفي شمعة، ايش لازم تستعمل؟ الشمعة بتحرق الغابة بس الراديو بيطلع اصوات ما فيش. هلا ما توقع غلط، الصوت الراديو بيجيب الحيوانات مفترسة اكثر، بينما الشمعة نار الحيوانات بتخاف من النار. انا هيك تحليلي ما بعرف. طيب ايش رايك نحط هذا الصوت؟ جرب الصوت على مسؤوليتك، انا على مسؤوليتي الشمعة. جو صح؟ صح؟ طارو ما عاد الخفافيش هدول من حيوانات طلعوا؟ خفافيش يو زومبي. طلع لها زومبي. الضوء إذا ضوينا بوتشو فبيجي لعندها، بس إذا زدينا الكرة يمكن يروح ما؟ والله هون الزومبي أنا ما عندي خبرة بالزومبيات، ماني عايش معهم. إذا أنت بتعرف معاشرون ما بعرف شلون. ما معاشرون بس شو إذا ضوينا عليه بيجي لعندنا معناته الطابة خلص. طابة قمر. قمر. ها شوف شلون هاي نحن ما فهمنا، الزومبي بيخاف من القمر مزبوطة هاي بالافلام، لان بدنا ما لنا طابه هو قمر. ايه هو هذا الزومبي بيحب هاي؟ لا غلط، ما هو التحية غلط. الزومبي هلا هي اذا لبست، اذا تيجي تقصه للزومبي الزومبي ما بموت. أيوة. بس اذا لبست مثل حكيت وعدت من جنبه ما بحكي معه. صح. ايه انت تحليلي انت إيه تحليل ثاني نفسه يلا معناتها بنلبس زومبي ونعدي من جنبه. هاي فكرنا الزومبي مثل حكيته وما حكوا معنا. يا حرام كملت مرعوبة. يوه 10 الله 10 وصلنا. ايه يوه في زومبي اثنين عم بيحاولوا زومبيين، مش لهون زومبيات. هلا في عنا فولاي وفي عنا مسدس. المسدس الزومبي اكيد هذا مسدس؟ لا مو مسدس، بطلع منه علم. اذا كان اصلا الزومبي ما بموت. لا لا هاد مسدس بطلع منه علم. ولو كان مسدس الزومبي ما بموت مسدس. ليش؟ يعني ما بعرف، ما بموتوا بالافلام ما بموتوا بالمسدسات. مستعمل لهم الثاني الفولاي. انا برايي فولاي كمان. مثل اللعبه. يا الله مثل اللعبه. الله بس الزومبي ما بموت بالمسدس، هيك معروف عنهم يعني. هلا شوفوا هون في بطاريه رخار. في بطاريه وفي تحت الشريط فمحط لها مي مشان تتكهربوا. والثاني شو هذاك؟ نار؟ يعني بطارية ايه؟ هذا الزومبي بتكهرب؟ اتوقع الزومبي ما بتكهرب انا. ما بعرف انت انا وانا ما اتوقع يمكن النار، انت ايش ايش رايك؟ انت اتوقع الخيار في ايدك. المي. مي مي، شو جربه؟ والله بتكهرب الزومبي، اطلع بتكهرب الزومبيات. لكن بتكهربوا شيء بشع يعني. مسكينة ساعتها قلقانة في الغابة، يعني ارجع لحق واحد ثاني. وبدت لك لسانه. شوفوا اللي حطينا بشامير مايز ما بتأثر بالزومبيات، بس يمكن بالزيت بالزحلق. بالزحلق، أنا مثلك. وأنا هيك بتوقع بالزيت بالزحلق. زحلق بالزيت. غريبين الزومبيات بالزيت. إيه هو لازم ندرس سلوك الزومبيات. والله بقى دخلنا على البيت. دخلنا على البيت. في هذا مثل إيش كان؟ هذا بسموه لباس جندي يعني. إيه بس فيه جندي. إيه هلا. فإذا لبسنا أبوها بضربنا، بس إذا حطينا. إيه هذا نحمل ترس صح. إيه. هاي من مثل القرون الوسطى يعني اني تستعملوا التورس والسيف. ايه معني من غير شيء. هلا هاي بقعة ماء. شوف بنحط لها شمس ولا بنمسحها؟ لا شوي يعني شو هي بقعة ماء. إيه؟ الشمس تتبخر زيت. لا ما هو زيت، الزيت ما تبخر بالشمس. هذا زيت مي. مي اذا مي معناتها الشمس تتبخر. مي إيه معناتها شمس. شمس لانه المساحه ما بتمسحها كلها كثيرة. لو كان زيت ما بنشاف الشمس. والله؟ لو كان زيت ما بنشاف. بضل مبقع. اعوذ بالله. طلع شبح. شبح. هي بالافلام مكنسه دائما. هلا بالشبح ايه اكيد الشبح اصلا ما بنحط بالقفص فمكنسه، مش شطر مكنسه انا برايي. انا كمان. شفطناه بالمكنسه. والله هي بس. وصلنا لمرحلة 12 والله. سيارة هي. سيارة. بسميها سدافة هي. بدها تحفر الشجرة. فهلا في شجرة قدامها. لا اما بتقلع. طلع. لا اما بتركض وبتكسرها. لا بتقلع. بتقلع مو لأن ما تنكسر معها. طلع. بتقلع. لأن صعب تعدي من فوقها تكسرها. يا طلعنا. يا ثلاثة خمس زومبيات. ستة. شوفوا. خمسة ايه والله. لا اما
تافسون. تافسون لا مش هذا خيار تاني. طوط طوط زمور بدي ورفقاته كني. معناته بتافسون. تافسون. ايوه نعفسون راهو. عفسون سيارة؟ هلا رح نوصل للمستوى 13. لعبة قوية. يوه هذا زومبي كبير. هاد ملك الزومبيات. مرعب والله. شو عجب؟ شو؟ ما بعرف. والله هذا الجهاز ما من الخيارات ما كثير واضحات بس اتوقع يمكن الخيار الاول ليز. لا. هذاك الثاني شو عجب؟ كني ما بعرف الثاني مو؟ جرب الثاني اشوف. يوه يا حرام رجعنا لعند الزومبيات بالورا. ايه صح صح. معناتها نستعمل الخيار الاول. صار رجل آلي. توني معناتها كان رجل آلي. يلا اللي بعدها. هلا هي بالمترو اجا حرامي بده مصرات بده مصرات نزلت منه لحقه. هلا لا ما بزت لحقيته. لا ما بتحكي بتعطيه موبايل بتعطيه شنطيته. لا بتعطيه شنطيته اكيد هو بده مصرات. ايه بس شنطيته فاضي. اكيد. يا رجع لحقه معصب لنا كمان. هلا لما بتزت له قشرة موزة بتزحلق فيها وبنكسر. اكيد اكيد. لما بتبخ عليه هذا تبع ال بتخدنا هي كمان بتخدنا مع ما تزق. ايش رايك نجرب هذا البخاخ؟ حط قشرة موزة لنشوف. قشرة موزة. اي والله مضبوط بتزحلق. بدها ذكاء ما بتفهم من كثر ما تفهم بنعرفها. اوه كده على المرحلة هلا 13. هلا الحرامي عم بيلحقها. لا اما بتشحط فرين بقع اكيد بقع لانه بس شحط فرين. لا اما ايش هذا الخيار جنبه؟ ما بعرف جابوه يعني هذا؟ تعال نجربه هذاك اول واحد شو بصير؟ اميلو يو يوي معناته شحط فرين. شحط فرين. ايوه من النبع الفرين طلع من تحت الارض. ايوه كويس والله. ولهون يا ابطال كرموش تي في بتكون خلصت حلقتنا اليوم. لا تنسوا تعطونا لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتفعلوا الفيديو باللايكات ولا تنسوا تشتركوا بقناتنا ولا كرموش تي في. فيها تحديات كثير كثير كويسه ورايحين نوصل فيها ال 100,000. لا تنسوا تشوفوا احتفالنا بال 100,000 والسلام عليكم. باي.